المصريين بالخارج بين اللجوء والمطاردة. تقرير من إعداد منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان مقرها لندن المملكة المتحدة أكتوبر تشرين أول من عام 2018. في البداية نستمع الأستاذ حسين لو يعرفنا عن الهدف، هدف هذا التقرير ودوافعه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك يا استاذ حسام وللسادة المشاهدين. في البداية احنا عايزين نتكلم عن المصريين اللي بيتعرضوا لضغوط او بيتعرضوا لانتهاكات من السلطات في مصر، خرجوا من مصر في طريقهم للحصول على حماية ووضع قانوني، مركز قانوني يمنع ويغل يد النظام المصري من مطاردتهم من خلال التقدم بطلبات اللجوء. الحقيقة في المرحلة في الفترة الأخيرة ظهرت بعض المشاكل المتعلقة بملفات طالبي اللجوء السياسي من المصريين خصوصا في كوريا وفي روسيا، الأمر اللي استدعانا أنه إحنا نبدأ نرصد ونوثق الحالات دي، حالات طالبي اللجوء السياسي من المصريين، وللتعرف على طبيعة الإجراءات اللي تمت معاهم ورصد وتوثيق ما يمكن أن يتم وصفه بتعنت من الجهات الإدارية المسؤولة عن نظر طلبات اللجوء في الدول المختلفة. فعلا تم رصد كل المراحل بدءا من تقديم طالب اللجوء السياسي للطلب ومرورا برفضه حتى النظر أمام المحكمة والدرجات يعني وما إلى ذلك. من في المنظمة رصدتم منذ البداية من لحظة التقديم وحتى نهاية الإجراءات، بكل رصدتوه في أكثر من دولة لمقدمي اللجوء خصوصا من المصريين من بعد عام 2013 وحتى الآن.